الإشارة بالصافرة لوجود خطأ من نصيب منصور. الانتظار من بدران، الكرة بترسل بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، وركلة مرمى لمصلحة نصراوية طبيعية في الجهة اليمنى. الارتداد أيضا طبيعي يكون لضمك. عندنا تحرك الآن وانطلاق العمار. سلطان بيحول، الله أكمله، لم تكتمل، أنقذها الدفاع وذهبت إلى الارتداد لمصلحة ضمك مع صيحات جماهيرية نصراوية في هذه اللحظة، مطالبين بريس باحتساب سيذهب بنفسه لمشاهدة الحالة. خالد الطريس، الأنظار تتجه إلى كريستيانو رونالدو إن كان سيترك ضغطا على الحكم أم لا، كما أثار الإعلام ذلك. القرار ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء، وبطاقة صفراء لفاروق شافعي. بنالتي للنصي ضمك، يتقدم كريستيانو رونالدو. الله، نصر الدول يضرب، نعم نصر الدول يضرب ويعلن التقدم المبكر. الله، فخامة الاسم والرقم واللون والخطوة، فخامة الدون، فخامة كريستيانو رونالدو، فخامة النصر، فخامة فارس نيل، تضرب للماضي. يوم أن يتقدم الآن الغناب إلى كريستيانو. أوبا، جهة اليسرى تصل إلى هلال عربي السوداني بقوة. الله الله الله، أجمل هدف لم يسجل في هذا المور. والنصر عايش في الصندوق، عايش في الجو الدون. الله على التسديدة، لكن مرت وذهبت إلى الخارج. الأهلي جاي يلعب، يستمتع، يعيش الأجواء، أعطى الحياة في النصر. الآن كرة إلى كريستيانو رونالدو، التقدم وغريب طالت، كانت طويلة أكثر من اللازم مع حالة تسلل كانت على كريستيانو رونالدو ورايا. كريستيانو رونالدو ينتظر لأن الواجهة ويتحرك ويقع على أرضية الملعب ويطالب عبد القادر بدران بالوقوف. لا شيء في الكرة، ذهبت إلى ركلة الزاوية، لكن الله على الانطلاقة. هو يا جماعة، هو بيتحرك ويصل، وإنقاذ ناجح من مصطفى زكريا. عادت الكرة من جديد تصل إلى خارج أرضية الملعب. كانت كرة خطيرة من لويس جوستافو، أرسلت تحرك البحث عن فلق. الله يا غريب، غريب مو غريب، على لمساته ومهاراته حولها على طول إلى أيمن فضل.